الرجل عندما تحدث مشكلة يميل إلى الانعزال. سيبيني لوحدي. الرجل يسيب لها البيت ويمشي، لكن هي عاوزاه يتكلم، تتحايل عليه يتكلم، تخرجه عن شعور، ما تسمع لهاش تكلم مامتها، تكلم باباه، تكلم اخوها، تكلم اختها، تكلم صاحبتها، تكلم جارتها، مش هتهمت غير لما تتكلم مع حد وتحكي له. دي مشكلة، لازم هي برضو تحاول تتغلب على هذا وتبقى تحافظ على سرها وسر بيتها. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى المرأة الصالحة تحفظ، ما تحكيش حاجة بين زوجها، بينها وبين زوجها، تكتب مشكلتها بينها وبين زوجها وبس، طلعش حاجة بره. دي المرأة الصالحة. أصل لو المرأة عملت عكس ده وحكت وقالت ونقلت وعامة، ليس فيها صفات الصلاح، إلا إذا فاض بيها، إلا إذا تتكلم مع واحدة وبتشورها وتاخد رأيها، إنما هي تكو 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 تتكلم مع ده وتتكلم مع ده وتتكلم مع دي وتتكلم مع امها وتتكلم مع ابوها وتتكلم مع اخوها وتتكلم مع صاحبتها وتتكلم مع جارتها وتتكلم مع زميلتها وعمل وخلى وي وي واعمل ايه. وممكن واحده تكون هي راحت كلمتها تنصحها نصيحه مش في محلها تخرب عليها، او تنصحها نصيحه خلاص المفروض تاخد بيها وتسكت بقى، لا تروح تتكلم مع واحده تاني، ما هي عايزه تسمع اللي على مزاجها، مش مقتنعة باللي سمعته من واحدة قالت لها طب ما عديها. طب لا، هي عايزة لا وقفيله، زي ما بيعمل لك اعمليه، زي ما بيقول لك قوليله، ما تعدلوش. في ناس كده خلاص كده طبيعة المشكلة عند المرأة. طيب خلاف تاني، خلاف نفسي. طبيعة الرجل العمل والحركة، طبيعة المرأة المكث والاستقرار داخل البيت، داخل البيت. ما هو احنا البرنامج اسمه ايه؟ لتسكنوا إليها. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ده مؤنث، تسكن لمين؟ للمرأة. يبقى أصل السكن عند المرأة. يبقى لما يبقى في سكون من قبل المرأة، المفروض الطرف الثاني اللي هو الرجل عنده إيه؟ عنده حركة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أنت تحرك، أنت اسعى، أنت روح، أنت اطلع، أنت تعب، أنت كد، أنت جاهد، أنت طيب خلاف تاني، إرادة المرأة. خلي بالك بقى، خلي بالك، المرأة أقل تماسكا من الرجل، عشان كده العصمة في إيده، العصمة فين؟ في إيد الراجل. العصمة لو كانت في إيد الست هتطلقه كل دقيقة، امشي انت طالق. لو خلي بالك بقى لما يطلع الطلاق من فم المرأة، او يعني من الشرارة اللي بيطلع وقت الزعل، امشي انت طالق، مش مقبولة خلاص. صوت الناعم ده ما يطلقش، صوت الناعم يدلع، يطبطب، يحن، يرق. لكن الرجل علشان عنده إرادة وعنده تماسك وعنده وعنده وعنده، طلقني. طب ومن وشي؟ طلعني. طب ماشي، طلعني. ممكن لو فاض بيه في 10 مرة، وممكن ما يعملش. لو هو حكيم، عاقل، رزين، رجل يزن هذه قيمة هذه الحياة. فإرادة المرأة ده فارق مهم بين الرجل والمرأة، أقل تماسكا من إرادة الإيه؟ الرجل. ممكن يبقوا الاتنين قاعدين قدام مسلسل، وجي موقف كده فيه ايه حاجة مؤثرة قوي، تلاقي الست راحت سحبة الكلينكس، سحبة المنديل، وتمسح، يبص بتعملي ايه؟ بتعيطي ليه؟
حد مات لك ولا ايه؟ هو موقف في فيلم ولا موقف في مسلسل بس اثر في الرجل بينظر الى هذا نظره، يعني انت بتتعيطي على تمثيل، تعيطي على ناس بتضحك علينا بيمثل، ده تمثيل اسمه، تمثيل اسمه مسلسل، يعني حاجة ايه غير حقيقية غير واقعية، شيء مفتعل، اكتنج تمثيل، يعني موضوع مش اوكي. فدي اندلع على ارادة المرأة ضعيفة، وقالوا ان ارادة المرأة ضعيفة ده شيء حلو، مش على فكرة حلو، ليتناسب مع وظيفتها في الحياة، يتناسب مع وظيفتها في الحياة، ان هي تبقى حنينة وان هي تبقى عاطفية وان هي تبقى ارادتها تاب، لان هي في الحياة تابعة للرجل، المرأة تابعة تحت متبوع، مطيعة لمطاع. فكرين لما ربنا في سورة التحريم بيقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.